مساء الفل. الصوت كده باين صح يا جماعة؟ عليكم السلام ورحمة الله. طيب كده تمام أعتقد. طيب نبتدي اللايف. أنا هحاول بقدر الإمكان ما أطولش عليكم عشان لو حد بيتابع من باقة أو كده ما يلاقيش الموضوع ممل أو حاجة. خلينا نبتدي الأول بالموضوع اللي أنا كتبت عنه، إن هو هيكون الموضوع بتاع اللايف. مش هطول فيه، هو معلومة بسيطة جدا بس مهمة جدا. أنا لما أجي أسأل مثلا أقول في آلاف الحفريات اتلقت لحاجات من الأسلاف القديمة للبشر، لما أجي أقول أهم واحدة فيهم إيه؟ يعني البشر انفصلوا في خط يعني في خط كده للتطور بشكل منفصل تماما من 7 مليون سنة. خلال ال7 مليون سنة دول لو أنا فكرت أهم حفرية منهم ممكن تبقى إيه؟ هلاقي إن أهم حفرية هتكون الحفرية اللي كانت موجودة من 7 مليون سنة، ودي لحد دلوقتي لسه لم يتم اكتشافها، لكن محددين موقعها من خلال الأبحاث اللي اتعملت على الجينات. ومن ضمن الأبحاث دي حاجة اسمها المولوكولار كلوك أناليسز، وده اللي أنا مهتم جدا أوضحه النهاردة بسرعة. طيب لو رجعنا بقى للأهم، يعني الأهم منها، الأهم منها إن إحنا لو رجعنا أكتر ورا، يعني لو رجعنا لحد تقريبا من 29 مليون سنة لحد 33 مليون سنة. ليه الفترة دي تحديدا بقى؟ الفترة دي تحديدا يا جماعة هي الفترة اللي انفصل فيها خطين مهمين جدا في تطور القردة أو مجموعة البرايميتس أو مجموعة الرئيسيات. فيهم خط فاصل في الحتة دي تحديدا كان مهم جدا. إيه هو؟ في المرحلة دي تحديدا انفصل خطين مهمين عن مجموعة واحدة. كان في مجموعة واحدة بتعيش في مكان ما، هنعرف بعد شوية كان فين المكان ده تحديدا لأن يهمنا. هي كانت غابة يعني. ففي الفترة دي اللي هي فترة تقريبا 5 مليون سنة، اللي هي من 33، يعني نرجع بالزمن كده ل 33 مليون سنة لحد تقريبا 28 مليون سنة. في الفترة دي في مجموعة من القردة، ما نقدرش نقول عليها قردة عليا، هي كانت قردة بس، تمام؟ والمجموعة دي انفصل منها مجموعتين. أول مجموعة انفصلت هي دي اللي مع التطور ومع ملايين السنين خرج منها حاجة اسمها قردة العالم القديم، اللي احنا نعرفها كلنا ان هي دي القرود. القرود العادية اللي ليها ديل، اللي بنشوفها في حدائق الحيوان، اللي معروفة باسم القرود. طيب المجموعة التانية، المجموعة التانية دي اللي خرج منها الإيبس. الإيبس اللي هم يشملوا مجموعتين بعد كده. من ضمن المجموعتين دول مجموعة تهمنا جدا، وهي الجريت ايبس او القردة العليا اللي كان من ضمنها البشر، تمام؟ يبقى هل بقى السؤال، هل بقى عندنا الفترة بتاعت الخمسة مليون سنة اللي كان فيها سلف مشترك للقردة العليا كلها ولقردة العالم القديم كلها؟ انتوا متخيلين احنا بنتكلم عن مجموعة خرج منها مسارين تطور كان نتاجهم قرد البابون وقرد المكاو وبعد كده القردة العليا بقى في الناحية التانية، من ضمنهم بقى طبعا الشمبانزي والبونوبو والجوريلا والأورانجوتان والإنسان طبعا والبشر وأشباه البشر اللي كانوا قبليه زي الأسترالوبيثيكس وأنواع تانية كتير. المجموعة القديمة دي اللي عاشت من 28 مليون سنة لقبل 33 مليون سنة كان اسمها إيه؟ المجموعة دي كان اسمها إيجيبتو بيسيكس أو القرد المصري. كان عايش فين؟
كان عايش في غابات الفيوم اللي كانت من 30 مليون سنة موجودة. طبعا احنا دلوقتي عارفين انها بقت خلاص عبارة عن صحراء وفيها بعض الأودية، لكن كانت من 30 مليون سنة عبارة عن غابة، والغابة دي كان فيها أشجار وكانت بتعيش فيها نوعية معينة من القرود القديمة، وهي النوع اللي احنا بنتكلم عنه ده ايجيبتوبيثيكس. حفريته تم اكتشافها، تم اكتشاف اكتر من حفرية لنفس النوع ده ابتداء من ستينات القرن العشرين، وتم حفظ الحفريات دي بعد دراستها. واحدة منهم ومن اهم الحفريات اللي تم اكتشافها للنوع ده محفوظة في المتحف الجيولوجي اللي في مصر اللي في كورنيش المعادي، لكن بيتم وضعها في حراسة مشددة جدا، لان زي ما قلنا وزي ما شرحت لكم دلوقتي هي مهمة جدا. انت هنا مش بتتكلم عن، يعني لو بنتكلم على مثلا عيلة، فانت مش بتتكلم عن الجد السابع او الثامن، انت بتتكلم عن الجد الثلاثين او الاربعين اللي خرج منه كل الانواع دي. طيب اخر حاجة هنوضحها، هو عرفنا منين، يعني عرفنا منين ان النوعية دي تحديدا هي دي السلف المشترك لكل مجموعة القردة العليا وكل مجموعة قردة العالم القديم؟ عرفنا منين؟ في تقنية زي ما قلت لكم اسمها مولوكلر اور اناليسيس. المولوكلر اور اناليسيس دي بندرس منها حاجة بسيطة جدا. انت عندك الطفرات الجينية دي مش عشوائية بنسبة 100%. من ضمن الحاجات اللي مش عشوائية فيها انها بتحصل في بعض الكائنات، في كتير من الكائنات الحية، برتم ثابت. يعني ايه رتم ثابت؟ يعني كل عدد معين من السنين بيحصل طفرة واضحة. فلما الاقي انا بقى المعدل ده واقدر احسبه، واقدر عندي اربع انواع، يعني عندي اربع انواع من الكائنات، وليكن مثلا قرد البابون والمكاك والشمبانزي والانسان، انا عايز اعرف امتى جمعهم سلف مشترك واحد. بعمل ايه؟ باخد مجموعة من الجينات أو مجموعة من الجينوم بتاعت كل واحد منهم، وده متاح حاليا. خلاص مش باخد الجينوم، مش لازم اخد الجينوم بالكامل، أنا ممكن اخد، عندي فرايتي كتير، ممكن اخد الجينوم، ممكن اخد جزء من الجينوم، ممكن اخد جزء من حاجة اسمها الـ RNA اللي هي الرسائل اللي بتطلع من الجينوم تنفذ مهمة معينة، ممكن اخد سيكونس من بروتين معين من كل الاربع انواع، وابتدي ارجع بيهم بقى بالزمن اكنك بتعمل فلاش باك. لما ابتدي بتعمل فلاش باك بتبتدي ترجع مع كل معدل طفرات هنا وهنا 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 في الاربع انواع، بتبتدي ترجع بالزمن لحد ما هتوصل في التحليل ده لفترة او لكائن، حتى لو الكائن ده مش موجود بتقدر توصل لكائن بتبقى عارف ان عند الكائن ده تساوى الاربع انواع، بمعنى ان كل الطفرات اللي اتغيرت في الطريق بترجع عند النقطة دي تحديدا بتتجمع تاني. فاهمين ازاي؟ يعني اكنك بالظبط عندك نقطة، والنقطة دي تفرع منها اربع فروع. فانت بتعمل ايه؟ بتاخد حاجات ثابتة في كل فرع من الاربع فروع، وتقعد ترجع بالزمن ترجع بالزمن ترجع بالزمن لحد ما بتوصل لنقطة بيبقوا الاربع فروع دول حاجة واحدة. هي دي الفكرة بتاعت المولوكلر اور اناليسيس، وهي دي نفس الفكرة اللي احنا بنقدر نرجع بيها مثلا لأسلاف مجموعة من البشر، أجدادهم الأولانيين كانوا مثلا عايشين في أنهي مكان، تمام؟ أو أقدر أعرف بيها ليه الشمبانزي والإنسان يرجعوا لسلف مشترك من 7 مليون سنة حتى لو أنا لسه ما اكتشفتش حفرية ليه. فأنا خلاص أوريدي عندي معلومة، كان موجود إمتى، كان موجود فين، خلاص كانت مجموعة جيناته دي عندي فكرة عنها ولا لا، بيبقى عندي فكرة عنها، كل دي حاجات موجودة. فدي كده ده كده الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم معاكم فيه في الاول. ودلوقتي يعني بقيت الوقت بقى بتاعنا لحد ما نخلص الفترة بتاعتنا، ممكن لو في اي سؤال على اللايف نحاول نجاوبه. يا ريت حضرتك هحفظه، حاضر ان شاء الله، وهيبقى موجود متاح على الصفحة. خالد فؤاد حبيبي. في اي سؤال عندكم مرتبط بالموضوع ده او بموضوع تاني؟
الجينوم بيتاخد ازاي؟ الجينوم بيتاخد بطرق كتير يا كريم، يعني هي طرق معملية معينة معروفة، بتبقى زي بيبقى ليه سكيم كده انت بتفضل ماشي عليها، وبتستخلص الدي ان ايه من قلب الخلايا اللي انت بتاخد العينة منها. امتى طلاقة المملكة الحيوانية والنباتية؟ المملكة الحيوانية طلاقت مع مملكة الفطريات مش مع النباتية، يلتقي الاثنين مع النباتية قبل كده بكتير. ايه سر ثبات معدل حدوث الطفرات؟ مش سبب محدد، لكن الطفرات اللي بتكون ملحوظة بتاخد وقت في اغلب الكائنات الحية ما عدا طبعا البكتيريا والكائنات البسيطة. اطلع لايف كتير، هنحاول الفترة اللي جاية نطلع اكتر. في نوع اسمه الهيومينيد، لا الهيومينيد دي مجموعة مش نوع، دي مجموعة بتضم عدد من الكائنات او عدد من القردة العليا. بيقولوا ان الساعة الجزيئية غير دقيقة، ممكن توضيح؟ الساعة الجزيئية دقيقة، ولما بتجمع معلوماتك من اكتر من شيء، انت بتجمع معلوماتك من الساعة الجزيئية، بتجمع معلومات من السيكونس بتاعت البروتينز، بتجمع مجموعات من معلومات من الحفريات، انت بتعمل نوع من الكاليبريشن، يعني بتقعد تجمع معلومات وتجمعها مع بعض فبتطلع لك صورة افضل، بتطلع لك تفاصيل افضل. ايه تاني؟ ليه حكايات التطور صعبة الفهم؟ هي مش صعبة الفهم، بالعكس يعني هي سهلة الفهم جدا ومنطقية جدا، بس هي محتاجة شوية مجهود. شاهدت وثائقي يقول إن أقدم القردة كانت في إسبانيا قبل 55 مليون سنة وانتقلت إلى إفريقيا. أنا شفت كتير فيديوهات بتتكلم عن إن الأصول الأولى للقردة العليا بترجع لجنوب أوروبا تحديدا، لكن لا، أقرب الأبحاث وأكثر الأبحاث في المجال ده بترجع الأصل القديم للقردة أو للبرايميتس، لأن ما كانش وقتها في 55 مليون سنة ده ما كانش فيه قردة، لكن كان فيه برايميتس أو الرئيسيات، ودي كانت موجودة في الأغلب إنها كانت في أفريقيا مش في أي مكان تاني. معانا الأربع كائنات فيهم عدد طفرات، إزاي أرجع بالزمن لورا؟ إيه التكنيك يعني؟ أكنك بالظبط بتعمل فلاش باك. يعني إيه بتعمل فلاش باك؟ أنت بتقدر تحدد الطفرة دي عمرها إمتى بالظبط حصل. بمعنى إيه؟ هديك مثال. يعني مثلا أنا دلوقتي جيت بدرس الجينوم بتاع أربع كائنات، كويس؟ لقيت إن في طفرة محددة، الطفرة دي حصلت في الجينوم في مكان محدد، من تحليل محدد بيتعمل، تحليل معين بيتعمل على الجينوم ده، انا بقدر اعرف وقت حدوث الطفرة دي بشيء من التقريب، يعني بنوع من التقريب انا اقدر اعرف الطفرة دي تقريبا حصلت امتى، سواء من الطفرة نفسها او من الغلط او الخطأ اللي حصل في السيكونس بتاعها او من التأثير بتاعها. يعني مثلا لو انا حددت الطفرات اللي كانت نتيجتها مثلا ان الانسان مشي على قدمين، فانا هقدر اعرف الزمن بتاعها، لو عندي حفريات هقدر استدل بيها على حاجة زي كده. تمام. عرفت ازاي الوان البشر متغيرة من مكان لمكان؟ انما ازاي الشكل وبالذات شكل الانف متغير بين الناس، مثلا بين الناس في افريقيا والناس في اوروبا، على الرغم من ليهم أسلاف مشتركة؟ الشكل بتاع الوجه أو الملامح بتاعة الوجه زيها زي بقية الصفات الجسمانية اللي في الإنسان عموما أو في أي كائن حي. الاختلافات البسيطة دي بتيجي نتيجة تغير بسيط جدا، ممكن في حرف في حرفين من الجينات يعمل اختلاف في الشكل، ولو اختلاف الشكل ده ظهر في واحد، يعني ظهر في واحد أو في عدد من البشر قليل قوي، هيتنقل لأجيال بعده، فبالتالي الصفة هتنتشر. لكن مش زي ما انت متخيل، او مش زي ما انت بتبقى متخيل ان الموضوع صعب، لا هو مش صعب. اختلافات بسيطة بتعمل فرق كبير قوي. التكيف مع البيئة، البيئة عامل مؤثر، لكن الجينات برضو ليها دور كبير.
ما هي أقوى قاعدة أو جزئية في نظرية التطور بشكل عام؟ عملية التطور في حد ذاتها، لأن هي حقيقة علمية، دي حقيقة علمية، إن الكائنات بتتطور من كائنات سابقة ليها وبتختلف مع الزمن، دي قاعدة ثابتة تعتبر حقيقة علمية. ممكن تدينا نبذة عن مكان دراستك وطبيعة ومجال شغلك؟ طبيعة دراستي، أنا اتعلمت في كلية العلوم جامعة عين شمس في قسم اسمه زوولوجي كيمستري، ده برانش كده من البيولوجي مع جزء من الميجور بتاع الكيمستري، وبعد كده درست بره مولكيولار بيولوجي، ودرست ايفوليوشنري بيولوجي في ألمانيا. دي آخر حاجة. نصيحة: الكتب تدعم التطور بأسلوب سلس باللغة العربية. للأسف حتى لو هنروح للكتب المترجمة، يعني الكتب المترجمة للعربية، يعني عن تجربتي، بناء عن تجربتي أنا، مفيش بصراحة كتاب أقدر أثق فيه. لكن لو هنتكلم على المصادر الأجنبية، فأنا بنصح أي حد حتى من الرسائل اللي بتجيلي على الصفحة، ابتدي دايما بمرجع في البيولوجي بشكل عام. في مراجع كتير، في مثلا حاجة زي كامبل أو حاجة زي ميلر أند لافين، دي كلها مراجع في البيولوجي مهمة جدا، بتدي أساس للي عايز يكمل بعد كده في أي برانش من البرانش بتاعة البيولوجي، بما فيهم طبعا البيولوجيا التطور. فلازم نبتدي الأول بالبيولوجي العام قبل ما نروح للتطور بعد كده. هل الاي كيو مرتبط بالجينات؟ الاي كيو مرتبط، أو الذكاء العام مرتبط بالجينات، لكن بيتأثر جدا بالبيئة وبيتأثر جدا بالتعليم، وبيتغير مع الزمن. مش الاي كيو مش حاجة ثابتة، انت ممكن تنميه وممكن ينخفض حسب انت طبيعة حياتك عاملة ازاي. كم عدد الرئيسيات؟ مش حاضرني العدد، لكن كتير، اكتر من 50. اعمل فيديوهات على اليوتيوب، خطوة إن شاء الله هتكون جاية. الإنجليزي، لو تقصد مراجع بالإنجليزي، فلو بنتكلم، أنا قلت لو في البيولوجي العام كامبل أو ميلر أند لافين، لو في التطور نفسه، في مرجع مشهور وأنا دايما بحب جدا أرجع له دايما، اسمه ايفوليوشن، هو اسمه ايفوليوشن. ممكن أبقى أنزل صورته كده على البيج، والناس ممكن تشوفه وتلاقيه يعني. بس هو محتاج يعني إلى حد ما درجة من التخصص أو درجة من المعرفة بعلم البيولوجي نفسه. ليه ما نقولش إن حفريات أشباه البشر مش حفريات قرود؟ سؤال كويس. كذا سبب، من ضمنهم ببساطة خالص، أنا دلوقتي لقيت حفرية وعندي شك، هي الحفرية دي لأشباه بشر زي مثلا الأسترالوبيثيكس، أو هي حفرية قرود؟ في فروق تشريحية بسيطة. على سبيل المثال، لو انا عندي الجمجمه نفسها، حجم الجمجمه يقول لي حجم الجمجمه ده لو اقل من 500 سنتيمتر مكعب هيميل اكتر ناحيه انه ممكن يكون قرده. طب لو اكتر، 600 مثلا، 700، لا كده رايح اكتر ناحيه اشباه بشر او بشر. طيب فرق تاني، مثلا نقطه اتصال الجمجمه بالمخ طبعا اللي هيبقى فيها بالحبل الشوكي، المكان بتاع الاتصال ده يفرق من نوع لنوع، فبنقدر نعرف منه. فرق تاني كمان، التوبوجرافي بتاعت الضروس، التوبوجرافي بتاعت الضروس مثلا بتاعت القردة العليا تلاقيها بتتكون من 5 نتوءات كده، بتاعت القردة القديمة تلاقيها من 4 نتوءات، فبرضو حتى من ضرس انت تقدر تطلع معلومة زي دي. لو عندك مثلا السكيلتون بالكامل، الهيكل بالكامل، تقدر تعرف من النسبة بتاعت طول الذراعين لطول الأرجل، تقدر تعرف منها هو الفصل دي أو الحفرية دي بتاعت أشباه بشر ولا بتاعت قردة. تقدر تعرف من عظمة الحوض إن كان الكائن ده كان عنده قدرة يمشي على قدمين ولا ما يمشيش على قدمين. لو ما يمشيش على قدمين يبقى هو أميل ناحية القردة، لو يقدر يمشي على قدمين لكن الصفات التانية فيه بدائية شوية يبقى هو أغلب الظن هيكون أشباه بشر. ده من الحفريات بس، من دراسة التشريح بتاعة الحفريات بس. عندك حاجات تانية تقدر تعرف منها، يعني أنا بدي لك يعني سبب بسيط من مجرد دراسة التشريح. عشان كده مهم جدا اللي بيدرس بيولوجيا تطور يبقى عنده علم بالتشريح، مهم جدا. لكن اللي مش دارس هيجي يقول لك
يعني انا لقيت حته عظمه، انا هعرف منين ان حته العظمه دي بتبقى بتاعت قرد ولا بتاعت اشباه بشر ولا بتاعت بشر؟ هعرف منين؟ ما يمكن بيضحكوا علينا، بس يعني ده كلام مش علمي يعني. ممكن توضيح الاي كيو ممكن انميه بالبيئه والمعرفه يزيد شويه، انما ما يقلش من فئه لفئه، صح؟ لا، هو الاختلاف ما بيبقاش للدرجه الحاده دي يعني، لكن بيختلف درجات بسيطه، لكن انميه ازاي؟ انميه بالمعرفه يعني. المخ فيه صفه مهمه قوي اسمها نيوروبلاستيستي، ان هو يفضل يعمل تشابك. طول ما انا بتعلم، طول ما انا بذاكر حاجه، طول ما انا بستفيد من حاجه جديده، بتعلم مهاره جديده، بيقعد يشكل تشابكات عصبيه اكتر. فدي حاجات ممكن تنمي الذكاء. هل النظريه حاليا وصلت نسبه صحتها كام في الميه؟ لان بالنظر للوراء طرأ على نظريه تغييرات كبيره. مفيش حاجه اسمها النظريه دقيقه بنسبه كام في الميه، او هي صحيحه بنسبه كام في الميه. احنا يمكن عشان مركزين في نظرية التطور فعمالين ننقد فيها دايما، لان هي بتمس البشر بشكل خاص. لكن حاجة زي النظرية النسبية، ما انت لحد من يعني لحد 2014 بتثبت حاجات فيها، يعني الماجنتيك ويفز دي، الالكتروماجنتيك ويفز اللي هي الموجات اللي بتيجي من الفضاء دي، ما كناش رصدناها ابدا، وكانت موجودة وتوقعها اينشتاين من اكتر من 100 سنة، فما تمش اثباتها بالفعل غير في 2014. فهل ده معناه ان اينشتاين كان غلط؟ لا، هي النظريه العلميه هي افضل تفسير علمي لظاهره طبيعيه بتحصل قدامك. لو عندك تفسير علمي تاني نتكلم فيه، لكن كل التفسيرات التانيه اللي موجوده مش علميه، بتتبنى منهج مش علمي اصلا، هي بتتبنى منهج بيسموه منهج غير تجريبي. هو انت لما تيجي تقول مثلا انا الدليل بتاعي على التصميم العظيم لكائن مثلا، هو ان اكيد في خالق او اكيد في كرييتور للكائن ده. نظرية التطور ما بتقولكش لا، نظرية التطور مش بتقولك لا انت غلط في حاجة زي كده. نظرية التطور بتقولك انا عايز تفسير اقدر اختبره، اللي انا اقدر اختبره مش اللي انت بتقوله. اللي انت بتقوله ده ممكن واحد تاني مثلا ليه ديانة تانية خالص، عايش في افريقيا يقول لي تفسير تاني، واحد عايش في استراليا يقول لي تفسير تالت، واحد مثلا عايش ما بيؤمنش بحاجة خالص يقول لي تفسير رابع، بس ميتافيزيكس، حاجة برضو حاجة خارقة هي اللي بتعمل الموضوع. فانا هعرف منين اختبر حاجة زي كده؟ حاجة زي كده انت ازاي هتفندها؟ ازاي هتعرف ان كانت صح ولا غلط؟ عشان كده التفسير العلمي ما بيروحش خالص ناحية الحاجات الميتافيزيقية دي، يعني هو دايما بيبص على الحاجة التجريبية اللي انا اقدر اختبرها مرة واثنين وثلاثة وعشرة واشوف ان كانت صح ولا غلط. صفات الانسان او سلوكه زي الاندفاع والغضب السريع والغيرة، هل ليها علاقة بتطور البشر ونسبتها كام في البشر، ولا هو عامل جيني؟ في مجال في يعتبر حديث في بيولوجيا التطور، اللي هو بيسموه الايفولوشنري سايكولوجي او علم النفس التطوري، بس يعني هو ظهر في اخر 20 سنه، لسه مش عليه توافق قوي، لانه برضو لسه بيفتقد شويه للجزء اللي انا اتكلمت عنه، الحته التجريبيه دي لسه مفتقدها شويه، لكن بيقدم تفسيرات كتير لحاجات زي اللي انت بتتكلم عنها. واه طبعا ليها علاقه بالجينات، الحاجات اللي انت قلتها دي ليها علاقه بالجينات، والتطور بيديلها بعض الفرضيات العلميه لتفسيرها. بعد ما حصل البيج بانج نشأ أول كائن في الحياة وهو البكتيريا. لا، دي معلومة مش صحيحة. البيج بانج حصلت من 14 مليار سنة أو 14 بليون سنة. المجموعة الشمسية بتاعتنا اللي هي الشمس والثمان كواكب اللي موجودين دول ما ظهروش غير في آخر 5 مليار سنة بس، أو 5 بليون سنة بالنظام الامريكي. يعني اخر 5 بليون سنه بس ظهرت الارض والكواكب بتاعت المجموعه الشمسيه. الحياه اول كائن حي عليه اثبات حاليا انه ظهر في الارض ظهر من 4.2 من 10 بليون سنه، فمش من ساعه البيج بانج ولا حاجه. ظهر في البحر، ظهر في الميه، ما ظهرش في الارض، مش ما ظهرش في اليابسه يعني. لحد ما ظهرت التكتالك، مش لازم التكتالك بس، في مجموعة كبيرة من الأسماك ثبت إنها خرجت من البحر لليابسة، من ضمنهم التكتالك.
يعني التكتاليك كان متوقعين ان احنا نلاقي حاجه من انواع الاسماك بتطلع من البحر للبر، فطبعا هي كانت دليل على ده، لكن حاليا في اكتر من دليل، في حاجات غيرها موجوده كمان. هل المايكرو ايفوليوشن تجريبي ولا استقرائي؟ المايكرو تجريبي ماشي، انما المايكرو تجريبي ازاي؟ هو انت عندك هنا في مشكله في المنطق نفسه، يعني لو انت بتفترض ان المايكرو ايفولوشن، عشان برضو الناس تبقى فاهمه معانا، المايكرو ايفولوشن هو التطور او التغير اللي بيحصل على مستوى الجينات في النوع الواحد، داخل النوع الواحد على مدار الزمن. الماكرو لما نعدي النوع، يعني لما يبقى بنتكلم بقى مثلا على مجموعات بالكامل، ان الزواحف يطلع منها طيور مثلا، او ان الزواحف يطلع منها ثدييات. انت بتتكلم في النقطه دي. لو انت مفترض ان المايكرو تجريبي وانت مصدق انه تجريبي وعارف ان الدليل بتاعه موجود وحاضر، فتيجي تقول ان الماكرو يعتبر استقرائي مش تجريبي، يبقى انت عندك مشكلة في المنطق نفسه، لان هو اصلا المايكرو يؤدي الى الماكرو. كل الحكاية ان الماكرو عبارة عن تراكم كبير، يعني تراكم كبير للطفرات، عامل زي انت عامل بالظبط. هقول لك مثال بسيط، يعني تخيل انك انت رايح ديستنيشن معينة، انت دلوقتي هتركب طيارة ورايح من القاهرة رايح مثلا لندن، فانت اكنك بالظبط عامل زي اللي خرج من القاهرة فبيقول انا مصدق على فكرة ان الطيارة خرجت من القاهرة وراحت عدت البحر المتوسط وعدت فوق اليونان وعدت فوق ايطاليا وعدت فوق المانيا، لكن انا مش مصدق خالص انها وصلت لندن. فيعني انت بتفترض ان الطيارة كده يا اما انفجرت، يعني يا اما خط التطور ده توقف، مفيش دليل على كده، تمام، بدليل ان نفس الجينات اللي موجوده في المجموعه القديمه موجود منها في المجموعه الجديده مع تغيرات، وهي نفس التغيرات اللي انت مصدق انها تجريبيه وشفتها في المايكرو. فلما تيجي تقول لا انا مصدق المايكرو لكن جيت عند الماكرو لا، يبقى انت عندك مشكله. التعريف الكلاسيكي للطفره بيعتبرها تغير عشوائي في الصفه وبالتالي في الاغلب تؤدي لمرض، فهل ارجع هقدر اتخيل مش بس ظهور نوع معين؟ اخر بحث بيتكلم عن موضوع الطفرة، هل هي تغير عشوائي ولا لا؟ هي مش عشوائي بنسبة 100%. الطفرات بتحصل في اماكن محددة في الجينوم اكتر من اماكن تانية، لكن حدوثها نفسه بيبقى عشوائي، ومش بالضرورة على فكرة لما يحصل يكون نتيجته صفة وراثية تكون عبارة عن مرض، بالعكس ممكن تبقى صفة إيجابية، وممكن حتى الصفة اللي ظاهرة في شكل مرض هي نفسها بتدي شيء إيجابي. هديك مثال، ده السؤال ده الغابة، مثال بسيط، نفس الطفرة اللي بتتسبب في حاجة اسمها الأنيميا الخلايا المرجلية اللي هي السيكل سيل أنيميا، لو الإنسان عنده نسخة واحدة منها بيبقى عنده مناعة ضد الملاريا مثلا. وفي حاجات تانية كتير، في حاجات تانية كتير، أمثلة كتير ممكن نبقى نكتب عنها في البيج، لطفرات بتدي من زاوية حاجة سلبية ومن زاوية تانية بتدي حاجة إيجابية. الجمال في الفراشة بالقطع ليس تطور للأقوى بل للأجمل، وهذا يعارض التطور. طيب يا أستاذ عبد العزيز، لو أنا سألتك سؤال بسيط خالص، تعريف الجمال إيه بالنسبة لك؟ يعني الجمال ده شيء نسبي اولا، يعني تاني حاجة انت بتقول التطور ليس تطور للأقوى بل للأجمل وهذا يعارض التطور، يعني انت هنا عندك خطأ مهم يعني كبير قوي، انك افترضت ان التطور لازم يكون للأقوى وده مش صحيح. التطور بيكون للأصلح، احنا بنقول the fittest، the fittest يعني للأصلح. الأصلح ده ممكن يبقى كائن ضعيف بس هو أصلح للبيئة بتاعته، يعني لما النيزك اقترب الارض قبل 65 مليون سنه الديناصورات الضخمه دي انقرضت، هي قويه ما قدرتش تقاوم التغير اللي حصل في البيئه بشكل صح، لكن الفئران مثلا او اسلاف الفئران قدرت تعيش، الحشرات قدرت تعيش وتكمل، فمش بالضروره البقاء للاقوى، البقاء للاصلح، والاجمل لما يكون هو الاصلح بيبقى البقاء ليه. يعني لو الفراشات مثلا بألوانها الزاهية دي قدرت إنها تستفيد بالميزة دي في البيئة بتاعتها، فبالتالي الألوان دي هي اللي هتستمر،
اكتر من الفراشات البيضاء مثلا او الفراشات اللي لونها اسود. لكن لو انت لقيت ان الميزه في البيئه، يعني لقيت الميزه اكتر مايله ناحيه الفراشات البيضاء مثلا، هتلاقي الفراشات اللي لونها ابيض اللي ليها الوان كتير دي هتختفي، هتنقرض مع الوقت. هل انقراض كل باقي انواع اشباه البشر كان نتاج صراع على الموارد ولا في اسباب بيئيه تانية؟ مفيش اسباب قطعيه للحاجه زي كده، لكن في الاغلب مش صراع على الموارد خالص، لان هما ما كانش عندهم المشكله دي. الانيميا المنجليه، انيميا الخلايا المنجليه. هل هناك كائن موجود حاليا حدثت له طفره جينيه ادت لتغيير كبير في شكله؟ اسهل مثال الكلاب، احنا اللي بنخلق الطفرات، احنا اللي بنعمل الانتخاب، بنعمله انتخاب صناعي اسمه artificial selection. ادخل شوف اشكال الكلاب عامله ازاي في 100 سنه بس. هل علم نفس التطوري اغلبه قائم على فرضيات؟ اغلبه قائم على فرضيات محتاجه لسه طريقه للتجريب او للاثبات العملي اكتر. هو زمان كان من الممكن تزاوج نوع بنوع اخر حسب المسافه الجينيه اللي بينهم، يعني الكلب والذئب مثلا المسافه الجينيه اللي بينهم مش كتير فينفع يتكاثروا، الحصان والحمار مثلا المسافه الجينيه بينهم مش كتير فيقدروا يتكاثروا، الانسان النوع اللي احنا بننتمي ليه الهوموسيبيان قدر يتكاثر في يوم من الايام قبل 45 الف سنه واكتر مع نوع بشري تاني اسمه النياندردال ونوع بشري تاني اسمه الدينيزوفان، وفي نوع تالت لكن الى حد ما مجهول لحد دلوقتي، لكن في غالب الظن هو الهومو اريكتس، لكن ثبت ان في تكاثر حصل بين الانواع دي. هل ممكن مع عدم استخدام جزء معين من الجسم لفتره طويله يبدا الجين يخمل وجيل مع جيل الجزء ده يختفي؟ لا، اللي انت بتتكلم عنه ده يا مصطفى دي حاجه اسمها اللاماركيزم او فرضيه للتفسير كانت قبل داروين، عملها لامارك وثبت انها غير صحيحه، لكن في مدارس حديثه بتتكلم في ان وارد، يعني وارد ان ممكن ان يعني ممكن حاجه زي كده تاثر، بس مش بالسهوله دي، مش بفكره الاستخدام وعدم الاستخدام، لكن بفكره بقى ان واحد اتعرض لستريس عالي مثلا في العيشه اللي عايشها، اتعرض لظرف نفسي صعب، دي حاجه بتعمل ظاهره معروفه اسمها الابيجيناتيك، وبتتورث لجيل او اتنين او تلاته بحد اقصى، لكن مش لاكتر من كده. اطلع لايف ان شاء الله، هنحاول نعمل كده. اكبر دليل على التطور في حياتنا هو تطور نبات الذرة من نبات، صحيح انا كتبت على الموضوع ده، واكبر دليل على التطور احنا بنعيشه مع فيروس كورونا يعني. بس طبعا هتلاقي ناس تطلع تقول لك فيروس كورونا والتغير اللي بيحصل فيه ده مش تطور، ده اسمه تكيف. كويس ان احنا دي فرصة ان احنا نقول الموضوع ده. التكيف يا جماعة هو ناتج من النواتج الثلاثة بتاعت التطور. التطور ليه ثلاث نواتج، التكيف وحاجه اسمها الباي برودكت او الناتج الثانوي، وحاجه اسمها النويز او حاجه بتظهر كصفه لكن ملهاش اي دور. ففي كتب التطور مثلا بنقول ايه، الحبل السري يعتبر تكيف، تمام، والسره نفسها تعتبر ناتج ثانوي، وشكل السره يعتبر نويز، تمام، كتشبيه للثلاث حاجات دي. لكن اللي يجي يقول التكيف حاجة والتطور حاجة هو مش فاهم التطور كويس. التكيف عبارة عن نتيجة نهائية لمقدمات كتير كان بيتسبب فيها التطور. ليه يعتبر النياندردال نوع مختلف عننا؟ لأنه الجينوم بتاعه فيه اختلاف حوالي 3% عننا، والتشريح أو الهيكل بتاعه مختلف عننا كتير في حاجات كتير، منها حجم الجمجمة مثلا، هو حجم جمجمته أكبر، هو 1500 سنتيمتر مكعب، إحنا 1350، هو صدره أعرض مننا كتير، شكل الريبس أو القفص الصدري بتاعه مختلف خالص عننا، طبقة الدهون اللي في جسمه غيرنا إحنا خالص، يعني في اختلافات تشريحيه كتير يعني في حتى في عظمه الفخذ فبناء عليه بنعتبره طبعا كائن او نوع مختلف.
امتى ظهرت دعاوى ضد نظرية التطور تأسيسا على خلفية دينية، مع بداية ظهور النظرية من وقت ما طرحها داروين، وابتدت تحديدا من الجنوب الأمريكي. ولحد دلوقتي على فكرة كل الدعاوى أو كل الاعتراضات اللي انتوا بتشوفوها هنا هي عبارة عن ترجمة للي هناك، يعني حتى ما فيش تجديد. هو كل الفكرة ان احنا بناخد نفس الأفكار وبنعربها، أو حتى بنستدل أو نقول ده العالم الفلاني قال كذا كذا كذا. العلم احنا ملناش دعوة العالم الفلاني قال ايه، العلم بالنسبة لنا تجريب، يعني في كده منهج علمي وفي بحث علمي وفي أبحاث بتتكلم في مواضيع زي دي وفي دوريات نشر، فلما تجيب لي الدلائل من حاجات زي كده نتكلم فيها. ولما تجيبها مهم جدا، يعني أنا دايما بنصح أي حد لما تتابع حاجة زي كده راجع ورا اللي أنت بتسمعه، راجع وراه، ما يجيش يقول لك الورقة العلمية اهي ويجيب لك جزء منها ويقول لك ده فيها كذا كذا كذا. راجع الورقة وشوفها بنفسك واقراها وانت هتعرف اللي بيتقال لك ان كان صح ولا غلط. عشان كده دايما بحط المصادر في مع اي بوست، لان ده مهم جدا. الهوموسيكشواليتي ريليتد تو ايبيجينيتيك، فكرة ممكن تكون ليها فرضية علمية لكن ما سمعتش عنها، لأن لحد دلوقتي حتى كجيناتيك لسه ما تمش الإثبات، ما فيش إثبات على كده. النياندرتال مش من نسل آدم. آدم عليه السلام إحنا ما نعرفش كان موجود إمتى، ولا نعرف كان موجود فين، ولا عندنا حفرية مثلا نعرف إن هي دي الحفرية بتاعت آدم عليه السلام، فبالتالي أنا ما أقدرش اعتبره جزء من شيء علمي، ما ينفعش. لكن النياندرتال انا اقدر اقول لك النياندرتال ملوش علاقه بنوعنا احنا، هو مختلف عن نوعنا احنا، في فرق بيننا وبينهم حوالي 3%. ظهرت اقاويل ان الاوروبيين اكثر ذكاء من باقي البشر، ما رايك؟ انا اتكلمت والله في الموضوع ده كتير. الموضوع ده عشان نثبته محتاجين شغل كتير جدا. الموضوع ده صدر من واحد من الناس الكبار جدا في علم الجينات اسمه واتسون، وده واحد من اتنين اللي اكتشفوا التركيب الصحيح للدي ان ايه. لكن مجرد ما قال التصريح ده الدنيا اتقلبت عليه وخدوا منه كل الجوائز اللي خدها، وما بقوش يستضيفوه في اي جامعة من الجامعات، لان عشان تصريح زي ده يطلع لازم يكون عندك اثبات، وانت لحد دلوقتي ما عندكش اصلا مقياس حقيقي للذكاء. حتى الاي كيو مش عليه توافق تام من كل الناس، هو عليه ديبيت لحد دلوقتي. هل انا بقيس فعلا الذكاء العام مظبوط ولا لا؟ هل الاختبار بيقيس مهارة ولا هو فعلا بيقيس الذكاء؟ ما نقدرش نعرف، كله بيبني على حسب تجربته الشخصية. يقول لك انا في الشركة مثلا لقيت ان اغلب الناس الاوروبيين بيبقوا اذكى، يعني مفيش اي دليل على كده. كل الفكرة ان الافارقة مثلا ما خدوش فرص فعلا، يعني ما خدوش فرص، ولما ابتدوا ياخدوا فرص بنشوفهم في كل حاجة، بنشوفهم في مناصب عليا، بنشوفهم في علماء، بنقابل بره كتير جدا من افريقيا. وما ينفعش لما يبقى فكرتك عن افريقيا، احنا للاسف فكرتنا بس عن افريقيا صعبة شوية، لكن مش صحيح يعني. هل عندك تفاؤل، نختم بالسؤال ده، هل عندك تفاؤل الجامعات العربية؟ والله أتمنى، يعني أنا شايف إن في حركة، يعني في تغير بيحصل، وفي الزمن ده ممكن التغير يحصل سريع. لكن يعني لو بنتكلم على زماننا المنظور، يعني أو الزمن اللي إحنا بنشهده سوا، مش عارف حجم التغيير ممكن يبقى قد إيه. إحنا في زماننا ده حجم التغيير بيحصل بسرعة، لكن ممكن يكون قد إيه مش عارفين لسه، لكن وارد، يعني وارد بقوة عن وقت فات قبل كده. نكتفي بقى بالقدر ده، وإن شاء الله هنجدد اللقاء ده، يعني هحاول بإذن الله يكون دايما كل جمعة، ويكون في موضوع بسيط كده ونتكلم عنه ونجاوب على بقية الأسئلة. وبعتذر لي طبعا لأي سؤال أنا ما خدتش بالي منه، يعني أنا هراجع طبعا بعد البث وهشوف أي سؤال أنا هجاوب عليه إن شاء الله. والجمعة الجاية نكمل في موضوع تاني خاص بالتطور، وبرضه نجاوب على بقية الأسئلة إن شاء الله. شكرا ليكم.